بسم الله. ان شاء الله هنشرح دلوقتي كيرشوف وزيرو. كيرشوف فيه كام قانون اصلا؟ في قانونين، في كيرشوف فيرست لو. كيرشوف فيرست لو دوت بيتكلم اسمه ايه، ده بيتكلم عن الكرنت، تمام؟ فبالتالي ممكن نسميه كيرشوف كارنت لو، كي سي ال، تمام. كيرشوف القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو انت عندك نود، النود دي في كلوز سيركت، اكيد كل الكرنت اللي داخل جوه النود هيبقى قد الكرنت اللي خارج من ايه، من النود. كمثال، دخل من هنا 3 امبير ودخل من هنا 5 امبير، تمام. يبقوا 3 و5 كام؟ 8. المفروض يبقى مجموع الكرنت اللي خارج من هنا يبقى كام؟ يبقى 8. طيب خرج من هنا 1 امبير، تمام، وخرج من هنا 3 امبير، وخرج من هنا 4 امبير. 4 و3 7 و1 يبقوا 8. يبقى مجموع الكرنت اللي داخل قد مجموع الكرنت اللي ايه، اللي خارج. يبقى ده ايه؟ كيرشوفز فيرست لو. يبقى كيرشوف فيرست لو بيقول لك ايه، اللي هو الكي سي ال، بيقول لك والله ان السمشن اوف كرنت انتر نود ايكوال summation of current out from the node او get out from the node او ايه او emerge from the node، مجموع الكرنتات اللي داخله قد مجموع الكرنتات اللي خارجه. او ممكن تتكتب بايه، بصيغه تانية، يقول لك summation of i equal zero. ده مجموع ايه؟ بيقول لك يعني مجموع الكرنتات كله بقى، سواء اللي كان داخل يبقى بالبوزيتيف او اللي خارج يبقى بالنيجاتيف، ما الاتجاهين عكس بعض، تمام. يعني انت لو وديت دي الناحية التانية كده بالنيجاتيف يبقى ده ناقص ده يديني زيرو، خلاص. والسمشن دي بايه؟ بتراعي الاتجاهات، خلاص كده. السؤال بيجي عليها ازاي؟ يجيب لك مثلا ادي نود اهي، ويجي يقول لك والله داخل من هنا 2 امبير، تمام، وداخل من هنا 4 امبير، ودي 1 امبير، وده معرفش اسمه اي. هات اي، هات معرفش. وما انت تعمل ايه؟ تيجي تقول لي والله مجموع اللي داخل قد مجموع اللي خارج، صح؟ طيب مين اللي داخل؟ الاتنين والاربعة. يبقى تيجي تكتب لي هنا ايه في اللي داخل؟ 2 و4. في حد تاني داخل؟ لا مفيش. طب مين اللي خارج؟ الواحد والمعرفش. يبقى تيجي تكتب لي هنا ايه؟ 1 بلس معرفش. بس الفا كالك يجيب معرفش، يبقى 2 و4 6، ويبقى 1 وكام؟ 1 و5. يبقى الاي دي تطلع ب5 امبير. في مشاكل؟ نشوف سؤال تاني. اه السؤال بيقول لك هات لي الكرنت اللي في الواير واي، اللي هو ده، خلاص. او انت تيجي تقول لي ايه، والله انا هقول مجموع الكرنتات اللي داخل يساوي مجموع الكرنتات اللي خارج، واكتب اللي داخل في حتة واللي خارج في حتة تانية. طيب مين اللي داخل؟ والله ادي اللي داخل 1 امبير. في حد تاني داخل؟ 4 امبير. في حد تاني داخل؟ الايه، الاكس. يبقى انت تيجي هنا تقول لي 1 زائد 4 زائد الاكس يساوي. طيب مين اللي خارج؟ 6 و3، يبقى يساوي 6 بلس 3. بألفا كالك تجيب ايه؟ تجيب الايه، الاكس اللي هي اللي معرفش، تطلع بكام؟ 1 و4 5 و6 و3 9، يبقى ايه، 9 ناقص 5 بكام؟ ب4، تطلع ب4 امبير، تمام. يبقى احنا كده جبنا الايه، الكرنت اللي في الايه، اللي ايه، اللي انا مش عارفه، خلاص. اشتغلت على النود دي، اللي داخل فيها لازم يبقى قد اللي ايه، اللي خارج منها، تمام. طيب نشوف اكزامبل تاني. سؤال زي ده جاي بيقول لك والله انا عايز الكرنت اللي هو اي اكس، اللي هو ده، خلاص. طيب انا دلوقتي عندي كام نود؟ عندي النود اللي هي اللي اسمها ايه،
وعندي النود اللي اسمها بي، اشتغل على اي واحد. طيب تعال نشتغل على ايه، الايه فيها 0.5 داخل تمام و0.3 خارج. طيب ده بقى انا مش عارف ده ايه، ده داخل ولا خارج خلاص. طيب نفترض او بالمنطق في 0.5 داخل و0.3 خرج، ازود على ال 0.5 عشان تبقى 0.3 ولا ازود على ال 0.3 عشان تبقى 0.5؟ اكيد هزود على ال 0.3، يبقى اكيد ده كان ايه، كان خارج زيه زي ال 0.3 خلاص. فانت هتيجي هنا تقول لي ان ايه، ان 0.5 هتساوي 0.3 بلس معرفش، هات معرفش، معرفش يطلع ب 0.2. يبقى الكرنت اللي ماشي في الحتة دي بكام، الكرنت اللي ماشي في الحتة دي ب 0.2 امبير وخارج. نيجي نشتغل على النود التانية اللي هي النود بي تمام، ونقول اللي داخل قد اللي خارج. مين اللي داخل؟ ال 0.2. ومين اللي خارج؟ ال اي اكس والايه وال 0.1 تمام. يبقى تيجي تقول لي كده ال 0.2 كانت داخلة هتساوي 0.1 بلس ال اي اكس، اهو دي كانت داخلة ودول كانوا ايه، كانوا خارجين. فبالتالي يبقى ال اي اكس يطلع في الاخر ب 0.1 امبير. في مشاكل؟ نشوف واحدة كمان. سؤال زي ده بيقول لك والله انا عايز ال اي 3. طيب هنشتغل فين، فين النوب بتاعتي اهي تمام، ادي النوب بتاعتي. نيجي هنا على جنب ونقول اللي داخل قد اللي خارج. مين اللي داخل؟ الاي 1، يبقى عندك الاي 1 اللي هو 7 امبير. ومين تاني داخل؟ الاي 4 اللي هو 3 امبير. ادي ده داخل النود وده داخل النود صح، يبقى ايه، يبقى 7 زائد 3 تمام. طيب مين اللي خارج؟ الاي 2 اللي هو ب2 اهو خارج من النود، والاي 3 والاي 3 برضو خارج من النود، يبقى 2 امبير زائد الاي 3 اللي هو معرفش خلاص. يبقى انا كده ايه، جبت الاي 3 ولا ما جبتوش؟ كل حاجة معايا ما عدا الاي 3. يبقى الاي 3 يطلع معايا ب8 امبير، ويبقى انا كده حليت السؤال تمام. طيب واحدة كمان، السؤال دوت بيقول لك انا شايف الاي ده اهو، الاي ده انا ولا اعرف قيمته كام، ولا اعرف هو بكام امبير، ولا اعرف هو داخل ولا خارج خلاص. فانت قدامك حل من اتنين، يا اما تفترض اتجاهه ولو طلع معاك بالبوست بيبقى الاتجاه اللي انت فرضته صح، يا اما ما ايه تسيبه كده وبعدين تتوقع اتجاهه، انت حر. طب لو انت فرضت اتجاهه الكرنت طلع بالنيجاتيف، يبقى اكيد الاتجاه اللي انت كنت فرضته كان بالايه، بالمشقلب. طيب تيجي نجرب، نجرب نفرض اتجاهه مرة. يا عم تعالى نجرب، قول مثلا ان هو كان داخل خلاص. طيب نيجي هنا ونكتب ايه، مجموع اللي داخل قد مجموع اللي خارج صح، مجموع اللي داخل قد مجموع اللي خارج. طيب مين اللي داخل؟ والله عندك ايه، ال5 امبير دي داخل تمام، ومين تاني داخل؟ وعندك ال2 امبير دي كمان داخل. داخله فين؟ داخله في النود، داخله في الجي، داخله هنا اهي، داخله للنود خلاص، عليه دعوه بالايه، بالنود. يبقى انا دلوقتي 5 امبير دي داخله، وال2 امبير دي داخله، وال4 امبير دي ايه داخله، والاي دي كمان انا فرضت ان هي داخله صح. يبقى انت عايز تقولي ان ال2 زائد ال4 زائد ال5 زائد الاي مفروض تطلع بكام في الاخر؟ مين اللي خارج؟ ال8 صح، يبقى مفروض يطلعوا ب8. هل الكلام ده منطقي؟ ال2 و4 كام؟ 6. 6 و5 11، يبقى اللي دول كده على بعض ايكوال 11. هل 11 زائد اي يديني 8؟
يبقى انا حطيت على 11 ازود عليها عشان تبقى قد 8، اكيد الاي دي كده غلط، اكيد هي المفروض مش هتزيد على 11. او لو انا ما خدتش بالي وجملتها بالفا كالك هتطلع معايا بكام؟ تطلع معايا الاي بنيجاتيف 3. فهل حاجة يعني، طب يعني ايه النيجاتيف اللي انا طلعتها دي؟ معناها ان الاتجاه اللي انا عملته ده كان بالايه، بالمشقلب. يعني هل هي كانت داخله ولا كانت المفروض تبقى خارجه؟ لا المفروض تبقى خارجه، يبقى انا المفروض هي كانت في الاول اصلا من الاول خالص ان انا افرضها ان هي ايه، ان هي خارجه، تمام. وبالتالي هي المفروض ما تبقاش هنا بقى، تبقى ايه، تبقى بره، يبقى الاي زائد التمانية، تمام. ولو انا ما كنتش كتبتها وبعدين كتبت هتلاقي 11 ايكوال 8، احط على 8 ازود على 8 عشان تبقى 11، ولا ازود على 11 عشان تبقى 8؟ اكيد ازود على ايه، على 8 عشان تبقى 11، بس كده. يبقى انت كده ايه، يساوي اي بلس 8، ويبقى ايه الاي ايكوال 3، والتلاتة دي كده ايه، اوت فروم النود، خارجة من فين؟ من النوت، تمام؟ في مشاكل؟ نتكلم بقى على القانون التاني. بس قبل ما نتكلم على القانون التاني، طيب هنا كيرشوف ذا فيرست لو ده، لو انا جيت قلت لك ايه التعريف بتاعه هتقول لي والله ذا سمشن اوف ذا كارنت انتر ذا نود ايكوال ذا سمشن اوف ذا كارنت ايه ايميرج فروم ذا نود، تمام. طيب او تقول لي اذا summation of the current in a node in a closed circuit equal zero، يا اما يعني يا اما اشتغل بالقانون اللي هو اعرف من هنا مجموع الكرنتات اللي داخله قد مجموع الكرنتات اللي خارجه، يا اما اعرف من ايه، من هنا، تمام. وهل هنا، هل القانون ده بيقول لك ان اي في اي كرنت بيفقد، ولا لازم كل اللي داخل يبقى قد كل اللي خارج؟ المفروض كل اللي داخل قد كل اللي خارج، فبالتالي ده ايه الايديا بتاعته، based on ايه، based on low of conservation of a charge. ايه low of conservation of a charge؟ يعني بيقول لك مفيش اي charge بتفقد. conservation يعني ايه؟ يعني حفظ، قانون حفظ الشحنة، يعني مفيش اي شحنة بتفقد، كل حاجة كل اللي بيخش كل قد اللي بيطلع بالظبط، مفيش حاجة بتقع في الايه، في النص. نتكلم بقى على ايه، على كيرشوف سكند لو. كيرشوف سكند لو، كيرشوف سكند لو ده بيتكلم عن الفولتج. احنا قانون اتكلم على الكرنت، القانون التاني لازم يتكلم على ايه، على الفولتج. فالتاني فسميناه كي في ال، كيرشوف فولتج لو، خلاص. طيب ايه وظيفة كيرشوف عموما كفيرست لو او سكند لو؟ كيرشوف عموما وظيفته ان هو بيحل الكومبليكيتد سيركت ذات كانوت بي سولفد باي اومز لو، بيحل المسائل المعقده اللي اوم ما بيعرفش يحلها، تمام. كيرشوف فولتج لو ده بقى، هل ده زيه زي التاني بيشتغل على نود؟ لا، ده بيشتغل على لوب. بيقول لك والله ان السمشن اوف في بي في لوب ايكوال سمشن اوف اي ار في نفس اللوب، مجموع الفي بي هات قد مجموع الاي ارات، مجموع الفي بي هات قد مجموع الايه، الاي ارات، تمام. يبقى انا دلوقتي لما هاجي اطبقه ده هطبقه على ايه، هطبقه على لوب، خلاص. طيب اللوب بيتعمل ازاي؟ لو انت عارف ازاي تعمل اللوب هتلاقي نفسك خلاص كده، شوف بقى ايه بالنسبه لك حاجه عبيطه جدا، تمام. ندي مثال، خلاص. طيب لنفترض دي بعشرين فولت، ودي بتلاتة اوم، ودي باتنين اوم، خلاص. واللي ماشي هنا اهو اسمه اي ون، واللي ماشي هنا اهو اسمه اي تو، باعتبار ان انا ايه واخد جزء من سيركت، السيركت دي بقى لها ايه تكمله. طيب اللوب بيتعمل ازاي؟ ده كده
لوب يعني ايه؟ يعني مسار مغلق، يعني كلوز باث. يعني انت مثلا لو بدأت من هنا كده تلف كده وايه وترجع تاني، يبقى هو ده كده اسمه ايه؟ اسمه لوب. تمام. انت عشان تعمل لوب اول حاجة يبقى انت لازم تشوف اللوب ده انت هتلفه كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز، صح؟ فانا بحب اعمل ايه؟ يا اما هتلف كده اهو، يا اما هتلف كده اهو، خلاص. اولا انا مبحبش اعملها دايرة. ثانيا يستحسن ايه تمشي مع البطارية، يعني انا البطارية الكبيرة دي مفروض ماشية كده، صح؟ فانا هلف معاها، هلف ايه معاها كده، تمام. يبقى انا كده لفيت ايه، لفيت مع ايه، مع اتجاه البطارية عشان الدنيا تمشي معايا ايه بوزيتيف مش اكتر، خلاص. طيب تاني حاجة تيجي عند البطارية وتعمل ايه، وتعمل سهم من العصاية الصغيرة للعصاية الطويلة كده اهو، ده اتجاه البطارية، ده ملوش علاقة باتجاه الايه الكرنت. يعني ممكن الكرنت يبقى ماشي عكس البطارية، اه عادي، ممكن يكون بتشحن، او ممكن يكون الاتجاه معمول بالمشال بيبقى بالنيجاتيف، عادي يعني مش مشكله، تمام. طيب انما يبقى السهم اللي انا عملته ده اتجاه مين؟ ده اتجاه البطاريه وملوش علاقه بايه، باتجاه الكرنت، تمام. طيب وبعدين وانا ماشي هعمل ايه بقى؟ هشوف القانون بيقول لي ايه، بيقول لي ذا سمشن اوف في بي، مجموع الفي بي هات قد مجموع الاي ارات، مجموع البطاريات قد مجموع الاي ارات. ايه الاي ارات دي؟ يعني الاي في ار، يعني البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستنس، صح. طيب يبقى انا عايز حته احط فيها البطاريات، وحته احط فيها ايه، يعني جنب احط فيه البطاريات والجنب التاني احط فيه ايه، الاي في ار، صح ولا لا؟ هل انا عندي هنا كام بطاريه في اللوب اللي قدامي ده؟ هي بطاريه واحده، صح. طيب والبطاريه دي بكام؟ ب 20 فولت. طيب ال20 فولت بقى دي مع اللوب ولا عكس اللوب؟ والله حضرتك السهم بتاع البطارية ماشي كده وبرضه اللوب ماشي كده، يبقى هما الاتنين مع بعض تبقى بالبوزيتيف، يبقى ما دام مع اللوب تبقى بالايه، بالبوزيتيف. يبقى انا محب معلش هكتب البطارية في الاخر اهي ب 20 فولت، تمام. طيب تعالى نبص بقى، خلاص كده خلصنا من البطاريات، تعالى نشوف الاي في ار، خلاص. طيب انت ماشي، انا بحب اسال نفسي، عندك يا عم اي 1؟ عندك اي 1 في اللوب؟ اه عندي اي 1 اهو والله. طيب الاي 1 دوت ماشي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ والله الاي 1 ماشي كده واللوب ماشي كده، اه ماشيين مع بعض، يبقى بالبوست. طب اي 1 ده عدى على مين؟ والله ده عدى على الريزيستنس دي اللي هي ب 2 اوم، صح. يبقى ايه، يبقى اي في ار، يبقى 2 في اي، يبقى 2 اي 1. طب و2 اي 1 دي بالبوستيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوستيف. ليه بالبوستيف؟ عشان ماشي مع ايه، مع اللوب. طيب تبص تاني، عندك يا عم اي 2؟ عندي يا عم اي 2، ادي يا عم اي 2. طيب اي 2 ديت مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ والله اي 2 دي ماشيه كده واللوب برضو ايه ماشي كده اهو، يبقى هي ماشيه مع اللوب. طيب اي يبقى ايه، بالبوست. يبقى ما دام ماشيه مع اللوب تبقى بالايه، بالبوست. طيب عدت على مين؟ عدت على التلاتة اوم دي، صح؟ مش هي عدت عليها كده؟ اه يبقى كده ايه، يبقى كده تلاتة ايه، تلاتة اي تو وبالبوست، يبقى بلس تلاتة اي تو. في مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب نشوف واحدة تانية. طيب احنا قلنا اول حاجة نعمل ايه، نمسك البطارية ونعمل سهم في البطارية كده من الايه، من العصاية او من العصاية الصغيرة، ويبقى خارج من العصاية الطويلة هنا وهنا برضو، صح. وقلنا ده اللي هو كأنه ايه، كأنه اتجاه الايه، البطارية، وملناش دعوة بالأسهم اللي على إيه، اللي على الخط. الأسهم اللي على الخط دي بتاعة الكرنت، تمام. طيب وبعد كده نعمل إحنا اللوب لو هو مش مدهوني. طيب أعمله إزاي اللوب؟ والله إحنا قلنا إيه، أنا بحب أعمله إيه، مربع. طب والمربع ده يبقى ماشي مع الساعة ولا عكس الساعة؟ والله براحتك، بس أنا يعني بحب إيه أمشيه مع اتجاه، مع اتجاه الإيه، البطارية، فبالتالي أنا همشيه كده. تمام. طب والناحية التانية ده كده يبقى ده الأول، تمام. والناحية التانية لأ همشيه كده عشان يبقى مع اتجاه الايه، البطارية دي، ويبقى ده التاني، تمام. نبص،
اول حاجه عشان احل مساله كيرشوف انا محتاج 1 كي سي ال و2 كي في ال عشان اعرف احل. محتاج ايه؟ 1 كي سي ال، 2 كي في ال عشان اعرف احل. طيب الكي سي ال كان بيتطبق فين؟ كان بيتطبق عند نود بقليله اهي، ادي البقليله. طب الكي سي ال كان بيقول لك ايه؟ مجموع الكرنتات اللي داخله قد مجموع الكرنتات اللي خارجه. طب مين اللي داخل؟ والله الوحيد اللي داخل هو اي 1. طب مين اللي خارج؟ ده اي 2 خارج واي 3 كمان خارج. يبقى تيجي تقول لي ايه؟ اللي داخل قد اللي خارج. اللي داخل اللي هو الاي 1 يساوي اللي خارج اللي هو الاي 2 بلس الاي 3. تمام. طيب عايزين بقى ايه؟ نطبق الكي في ال. يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ من الكي سي ال. طب تعالى نشوف الايه، ايه الكي في ال. انا دلوقتي عايز اشتغل على ايه؟ هشتغل على اللوب الاولاني، صح؟ طيب اللوب الاولاني ده كان كي في ال بيقول لك مجموع الاي في بيهات قد مجموع الايارات، وانا كنت بحب ابص على البطاريه في الاول. طيب ادي يا عم البطاريه، البطاريه فين؟ ادي البطاريه. البطاريه دي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ والله دي ماشيه كده واللوب ماشي كده، يبقى هما الاتنين ماشيين مع بعض، يبقى كده مع اللوب يبقى بالبوزيتيف، صح؟ طيب تعالى يا عم نعملها بالبوزيتيف. يبقى انت هتيجي هنا، وانا قلت بحب اكتب البطاريه في الاخر، يبقى نكتبها ايه؟ 20 اهي، وبالبوزيتيف عشان هي، عشان هي ايه؟ مع اللوب. طيب تعال نبص بقى، عايز يا عم تمشي امشي. طيب فين اي 1؟ ادي يا عم اي 1 خلاص. طب اي 1 ده عدى على مين؟ اي 1 ده عدى على مين؟ عدى على التلاتة اوم بس، لا وعدى كمان على الاربعة اوم. كل اللي ماشي من البقليلة للبقليلة اسمه اي 1. يعني بص كده، بص معايا كل ده كده وانا ماشي كده 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 كده، كل ده اسمه ايه؟ اي 1. يبقى انا هبدأ من بقليلة وامشي. يبقى انا عشان اشتغل لوب صح هبدأ من فين؟ امسك اقف على بقليلة وامشي خلاص لحد ما اقابل البقليلة التانية. يبقى انا بعمل بقليلتين قدامي اهو، البقليلة احطها النود، وبعد ما اعملها امسك اقف على واحدة وامشي لحد ما اوصل للايه؟ للتاني. تمام. طيب اديني ماشي، كل اللي انا ماشي هنا ده عديت على ايه؟ عديت على الاربعة، صح؟ وبعد ما عديت على الاربعة عديت على التلاتة، صح؟ طب وبعد ما عديت على التلاتة وصلت هنا. طيب مين بقى اللي كان اللي اساسا في المنطقة اللي انا مشيت عليها دي؟ ده اي 1. يبقى الاربعة والتلاتة دول كانوا مع مين؟ مع الاي 1. يبقى الاي 1 ده عدى على ايه؟ على 7 اوم. طب هل هو كان مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ طيب تعال نبص كده، والله اي 1 ده كان ماشي كده واللوب ماشي كده، يبقى هما الاتنين مع بعض يبقى بوزيتيف. يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف 7 اي 1. طيب نكمل، نكمل من الايه؟ من البقليلة اللي احنا وقفنا عندها اهي. طيب ماشي اهو، لقيت قدامي معايا اي 3، واي 3 ده عدى على مين؟ على الريزيستنس دي اللي هي 3 اوم، صح؟ طيب طب هو مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعال نبص، والله اي 3 ده ماشي كده، وفي نفس ذات اللوب، اللوب ماشي كده. يبقى ايه؟ يبقى ده مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ مع اللوب. يبقى هما الاتنين، يبقى بوستف، يبقى بوستف 3 اي 3. يبقى ايه؟ يبقى بلس 3 اي 3. وبما ان هو ما جابش سيرة الاي 2 فانا هحط مكانها 0. احب نمشي بالترتيب اي 1 اي 2 اي 3، اي 1 اي 1 اي 2 اي ايه اي 3. في اي 1 حط اي 1، في اي 3 حط اي 3. طب ما فيش اي 2 يبقى حط مكانها 0. خلاص. وبرضو الايكويشن بتاعت الكيس ال اللي انت جبتها دي ايه؟ ترتبها. يبقى انت معاك هنا ايه؟ ادي اي 1 خلاص، تدخل بقى كله في حتة واحدة، ماينس اي 2 دي دخل جوه بالماينس، واي 3 دي برضو تخش جوه بالايه؟ بالماينس. تبقى ماينس اي 3 يساوي 0، ما دام كله دخل جوه يبقى اتبقى لك في الاخر ايه؟ 0. تمام. طيب يبقى احنا كده ايه معانا؟ ادي الايكويشن الاولانيه ودي الايكويشن التانيه. عايزين ايه؟ واحده كمان كي في ال. خلاص تعالى نعمل بقى اللوب التاني. خلاص. طيب اللوب التاني نمشي، اول حاجه نبص على ايه؟ على البطاريه. تمام. طيب البطاريه دي ماشيه ازاي؟ ماشيه كده. واللوب ماشي ازاي؟ ماشي كده مع اللوب. اه مع اللوب، تبقى بالايه؟ بالبوست. خلاص. ونجيبها ايه؟ نحطها في الاخر، يبقى دي 10 بالبوست في الاخر. طيب وبعدين نبص بقى،
نمسك، قلنا نمسك بقليلة ونلف معاها. طيب ادي يا عم ايه البقليلة اهي، هتلف ايه لف اهو، ادي ماشي 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 مع اللوب اهو 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 هوب 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 هوب، عديت على ايه، على الاتنين اوم، وبعد الاتنين اوم لقيت قدامي الاي ايه تو، يبقى الاتنين اوم عدت مع الايه، مع الاي تو. تمام. طيب هل هي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعال نبص. طيب الاي تو دي ماشية ازاي؟ الاي تو دي ماشية كده، طب واللوب ماشي كده، يبقى عكس اللوب، تبقى ايه نيجاتيف اتنين اي تو، يبقى ايه تبقى نيجاتيف اتنين اي تو، ونكتبها في مكانها عشان احنا قلنا بحب اكتب ايه اي وان اي تو اي ثري، صح؟ بعدين نبص نكمل، ادي يا عم ايه وصلنا للبقليلة اللي وصلنا عندها اهي، تعال نكمل. ها يلا ماشي 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 ماشي، لقيت قدامي اي 3 واي 3 ده عدى على التلاتة اوم. طيب مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعال نبص، الاي 3 ده ماشي كده واللوب ماشي كده، محدش يبص على اللوب اللي هناك، محدش يبص لي على ده، احنا بنبص على اللوب اللي ايه اللوب ده، ليه؟ عشان ده اللي انا شغال عليه. تمام. طيب الاي 3 ماشي كده واللوب ماشي كده، يبقى هما اتنين مع بعض يبقى بوزيتيف، وهي عدت على التلاتة يبقى تلاتة اي 3 بالبوزيتيف، يبقى ايه يبقى زائد تلاتة اي 3، جابت 3 اي 1، ما جابش سيرة اي 1، يبقى نحط مكانها زيرو. خلاص يبقى هما دول التلاتة ايكويشن بتوعي اللي احنا هندخلهم على ايه، على الكالكوليتر. خلاص بس انا ليا دعوة بمين، بالارقام اللي جنب كل واحد، يعني انا ايه، يبقى انا لازم ولازم يبقوا بالترتيب عشان ادخلهم على الكالكوليتر بالترتيب. عايز كام خانة؟ 4 خانات، هنا كأن في واحد، وهنا في نيجاتيف واحد، خلاص، وهنا في نيجاتيف واحد، طب وهنا في 7، وهنا في 0، وهنا في 3، خلاص. واوعى طبعا تنسى ان ايه، ان هنا يعني هنا واحد، وهنا نيجاتيف واحد، هنا نيجاتيف واحد، وبعدين تدخل الزيرو، وبعد الزيرو 7، وبعد 7 0، وبعدين 3، وبعد كده 20، وبعد 20 في هنا ايه 0، وبعدين نيجاتيف 2، وبعد كده 3، وبعد كده 10. لازم ندخلهم كده بالترتيب عشان الإجابة تطلع في الآخر ايه، صح. تمام. نشوف مسألة، نشوف مسألة، سؤال مثلا زي ده. تمام. طيب هنا بيقول لك انا عايز الاي 1 والاي 2 والاي 3. تمام. طيب كنا احنا بنعمل ايه؟ اول حاجة اجي عند البطارية واعمل سهم كده من الصغير للكبير، والبطارية التانية برضو سهم كده من الصغير للايه، للكبير، خلاص. وبعدين 1 كيس ال و2 كيف ال عشان اعرف احل. الكيس ال بتعمل فين؟ عند النود، عند بقليلة، ادي يا عم ايه البقليلة. تمام. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ايه، هنلاقي ان اي 1 داخل، تمام، واللي في داخل جوه النود، وخارج من النود اي 3 وكمان اي 2، يبقى كده ايه اي 1 داخل واي 2 اي 3 ايه خارجين، صح؟ طيب يبقى انا هكتب هنا ايه، اي 1 داخل يساوي اي 2 واي 3 خارجين، وقلنا بحب اجيبهم كلهم في حتة واحدة وايه وارتبهم، صح؟ يبقى ادي اي 1 تدخل دي جوه تبقى نيجاتيف اي 2، وبعدين تدخل اي 3 تبقى نيجاتيف اي 3 ايكوال 0، خلاص. طيب وبعد كده نشتغل ايه، نشوف ايه اول لوب، هو هنا عامل لك اللوب. طيب نبص، اول حاجه قلنا مجموع الايه الفي بي هات قد مجموع الاي ارات. طيب نبص على البطاريه، هل البطاريه اللي هو عاملها اتجاه البطاريه مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعال نبص، والله البطاريه ايه ماشيه كده واللوب ماشي كده، يبقى مع بعض، يبقى بالبوستف، يبقى ال 24 دي تعملها بالايه، بالبوستف. تمام. طيب يبقى هنكتب على في الاخر هنا كده 24. نبص على ايه، على الاي ار بقى، احنا قلنا نمسك ايه من بقليله لبقليله، صح؟ طيب ادي يا عم البقليله التانية ونلف، وادي يا عم انا ماشي اهو، ماشي 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 ماشي، عديت على الاتنين اوم، وبعد كده عديت على الاربعة اوم، يبقى الاتنين دول ايه مع بعض. طيب
وبعدين لقيت نفسي مع مين؟ مع الاي 1. يبقى الاتنين ام والاربعه ام دول مين اللي عدى عليهم؟ الاي 1. طب نبص بقى، هل الاي 1 ده انت كنت مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ والله الاي 1 ده ماشي كده اهو، واللوب ماشي كده، يبقى مع اللوب، يبقى بالبوستيف، يبقى 2 زائد 4 6 اي 1 وبالبوستيف، يبقى ايه؟ 6 اي 1 بالبوستيف. طيب تعال نكمل. ها وصلنا للايه؟ للبقليله دي. طيب تعالى ايه، تعالى نكمل. وصلنا للبقليله دي، ماشي ماشي ماشي، لقيت نفسي مع الايه؟ مع اي 3. وبعد ما وصلت الاي 3، اي 3 ده عدى على مين؟ على 3 اوم. خلاص يبقى اي 3 عدى على 3 اوم بس. طيب اي 3 اللي عدى على 3 اوم ده مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعالى نشوف. والله اي 3 ده ماشي كده اهو، والايه واللوب ماشي كده، يبقى هما الاتنين مع ايه؟ مع بعض، يبقى بالبوستف، يبقى 3 اي 3 بالبوستف. تمام. في جاب سيرة اي 2، ما جابش، يبقى احط مكانها ايه؟ 0. تمام. طيب تعالى نبص على اللوب اللي بعده. اللوب اللي بعده، ها بيقول ايه اللوب اللي بعده؟ اللوب اللي بعده اهو، احنا قلنا ايه؟ ادي البطارية، ادي السهم بتاع البطارية اهو. طيب نشوف البطارية مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ والله البطارية ماشية كده اهو، واللوب برضو ماشي كده، يبقى ال 12 فولت دي مع الايه؟ مع اللوب، يبقى تتكتب في الاخر هنا بالبوستيف. طيب ونيجي على البقليلة، وبعد ما نروح للبقليلة نمشي معاها ونلف. عايز تمشي ازاي؟ لف زي ما انت عايز. تعالى يا عم نمشي كده. وانا ماشي كده لقيت نفسي ايه؟ لقيت نفسي عديت على 3 اوم، صح؟ ماشي. 3 اوم ديت مع مين؟ والله لقيتها مع ايه؟ مع التلاتة الاي 3. طيب هل بقى الاي 3 دي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ انا شغال على اللوب اللي تحت ده دلوقتي، فنبص عليه. طيب الاي 3 دي ماشية كده، واللوب ماشي كده، يبقى مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3 اي 3. تمام. طيب واكتبها فين؟ اكتبها فين؟ اكتبها في الاخر، اكتبها في مكان اي 3، عشان قلت عايز الحاجات بالايه؟ بالترتيب. يبقى ادي اي 3، وادي الايه؟ النيجاتيف 3 اي 3. خلاص. طيب بعد كده نكمل لف. هات يا عم الايه، نكمل لف. ها ادي يا عم البقوليه اللي انا وصلت لها، ماشي ماشي ماشي، عدى على ايه؟ 1 اوم. بعدين ماشي ماشي ماشي، لقى نفسه مع ايه؟ مع اي 2. بعدين ماشي ماشي ماشي، لقى 5 اوم. يبقى انا الريزستنات اللي انا عديت عليها 1 اوم وخمسة ايه اوم، في حاجة تاني؟ لا مفيش حاجة تاني. يبقى ال1 اوم وال5 اوم اللي انا عديت عليهم دول عدوا مع مين؟ مع الاي 2. يبقى 5 و1 بلس يبقوا 6، 6 اي 2. طب مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعالى نشوف. الاي 2 ده ماشي كده، واللوب ماشي كده، يبقى هما الاتنين مع ايه؟ مع بعض، يبقى بوستيف، يبقى بوستيف 6 اي 2. يبقى ادي بلس 6 اي 2. في جاب سيرة الاي 1؟ لا. يبقى نحط ايه؟ 0. ودي الارقام اللي انا ادخلها على ايه؟ على الكالكوليتر. خلاص. طيب يبقى انا اول ايكويشن دي ادخل فيها ايه؟ 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0، صح؟ طيب تعال نشوف. يبقى انا ادخل ايه؟ 1 equal نيجاتيف 1 equal نيجاتيف 1 equal 0 equal كده. دخلت الايكويشن الاولانيه. نشوف على الايكويشن التانية. الايكويشن التانية ايه؟ 6 و0 و3 و24. يبقى ايه؟ بص، 6 equal و3، لا 6، وبعدين 6 كانت ايه؟ كان 0، وبعدين 3، وبعدين 24، صح كده؟ اهو 6 0 3 24. تمام. طب اللي بعد كده 0 6 نيجاتيف 3 12. تمام. طيب يبقى ايه اللي بعد كده؟ 0 بعد كده 6 بعد كده نيجاتيف 3 وبعد كده 12، ودوس ايه؟ ايكوال. هيجي يقول لك ايه؟ يقول لك والله ان الاكس
بكام؟ ب7 اوفر 2 او اللي هي 3.5. تمام، يبقى ده I1 اول واحد، عشان كده بحب ادخلهم بالترتيب. طيب والواي اللي هو I2 بكام؟ ب2.5، و I3 ب1. يبقى قولنا I1 ب3.5 و I2 ب2.5 و I3 ب1. يبقى احنا كده ايه حلينا الايه السؤال. تمام، يبقى تيجي تكتب لي هنا كده اهو ان I1 equal 3.5 امبير و I2 equal 2.5 امبير و I3 equal 1 امبير. يبقى انت كده حليت الايه السؤال. نوع تاني من مسائل كرشوف. النوع دوت بايه بقى؟ لما يجي يقول لي انا عايز potential between two points، اعملها ازاي؟ يعني مثلا جه جاب لك كده اهو، وجي قال لك والله دي ب2 امبير، دي ب2 اوم، ودي ب4 اوم، ودي ب10 فولت. خلاص، والكرنت ماشي كده تمام بكام؟ ب1.5 امبير. ويقول لك النقطة دي اسمها اكس والنقطة دي اسمها واي. خلاص، ويجي يقول لك والله ممكن تجيب لي البوتنشال بتوين بوينت اكس وواي. قوم انت تعمل ايه؟ اقول لك والله حضرتك انت بكل بساطة هتقفل كده اهو، وتحط انت ايه بطارية من عندك. قال لك بتوين اكس وواي، يبقى بوزيتيفها مع الاكس ونيجاتيفها مع الواي. في مشكلة؟ طيب، وبعد ما تقفل انت هتيجي كده بايه وتقول لي والله انا هعمل لوب، واللوب ده ماشي ازاي؟ ماشي بمزاجك بقى زي ما انت عايز. خلاص، احنا هنخلي الكرنت ده 2.5. خلاص، طيب ماشي. طيب، وتعالى بقى ايه نحل، ومجموع الفي بي هات قد مجموع الاي ارات. عندك كام يا عم بطارية؟ تعالى نبص. اول حاجة قبل ما ابتدي، امسك كل بطارية واحط سهم من العصاية القصيرة للعصاية الطويلة. والبطارية اللي انا عملتها ديت طبعا مش هي دي بتوين اكس وواي، فانا هسميها في اكس واي. خلاص، طيب البطارية دي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ اه والله مع اللوب، ادي دي ماشية كده ودي ماشية كده، يبقى هما الاتنين مع بعض، يبقى مع اللوب يبقى بوزيتيف، يبقى ادي ال10 ايه بوزيتيف. طيب البطارية التانية دي مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ اه والله مع اللوب، دي ماشية كده ودي ماشية كده، يبقى مع اللوب، يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف. بس هي اسمها ايه؟ ليها رقم ولا ليها اسم؟ ليها اسم، ليها في اكس واي. يبقى انت هتكتب ايه؟ ادي الفي اكس واي، وادي بوزيتيف، وادي 10. تمام، كده خلصنا من الايه من البطاريات. تعال نشوف مجموع الايه الاي ارات اي في ار. طيب نمشي يا عم بالايه بالبتاع. ادي يا عم البقليله، وانا ماشي من البقليله لقيت قدامي 2 اوم، وبعد كده الكرنت اللي هو 2.5، وبعد كده ال4 اوم، وبعد كده مفيش ايه لحد ما وصلت البقليله التانية. يبقى انا ايه؟ يبقى انا ال2.5 امبير دول عدوا على كام وكام؟ على 2 و4. يبقى 2 و4 6، تمام، وعدت على الاي اللي هو بكام؟ اللي هو ب2.5. هو مدوني بكام؟ برقم. تمام، بس يبقى انا كده الايكويشن دي كلها كل حاجه معايا ما عدا مين؟ ما عدا الفي اكس واي، صح ولا لا؟ فايه فنجيبها مش مشكله يعني، جت خلاص يعني. طيب 6 في 2.5 بايه؟ ب15. يبقى 15 يساوي في اكس واي بلس 10، يبقى الفي اكس واي تطلع بكام؟ ب5. 5 ايه فولت. يبقى ده البوتنشال بتوين النقطة اكس والنقطة ايه واي. تمام، يعني انا ممكن اجيب مسألة تحل بايكويشن واحدة بس. اه بس مفيش مشاكل. تمام، طب لازم تبقى مفتوحة كده؟ لا، ممكن يجيبها من من وسط مسألة ويحط لك نقطتين ويقول لك هات البوتنشال بين نقطتين. لا، ده مش بس كده، ده كمان ممكن يجيب لك مسألة أساسا بتتحل بإيكويشن واحدة أو 2 إيكويشن بس، مش لازم 3. تمام،
وفي في الكالكوليتور حاجات تحل بيها 2 ايكويشن بس، ولو هي واحدة ايكويشن تعملها بألفا كالك مش محتاجة يعني. سؤال زي دوت، هو مديني اي من التلاتة وايه، وبيقول انا عايز اي 1 واي 2، يبقى انا كده عندي كام انون؟ عندي 2 انون بس، فبالتالي محتاج 2 ايكويشن بس، يعني 1 كيس ال وواحد كي في ال، وانا هعرف احل، مش لازم ايه 2 كي في ال. تمام. طيب تعالى يا عم نشوف هنحلها ازاي. اول حاجة هنعمل الايه، الكي سي ال. الكي سي ال عند النود دي بيقول لك والله ان اي 1 داخل واي 2 داخل وايه، والتلاتة امبير دي هي اللي ايه اللي خارجة. يعني انت عايز تقول لي ان ايه، ان اي 1، ان اي 1 بلس اي 2 يديني 3 امبير، صح كده؟ ادي دي كده اول ايكويشن عندي، خلاص. طيب الايكويشن اللي بعدها، يبقى انا هحتاج كمان واحدة ايه بس تبقى كي في ال بقى. طيب تعالى يا عم نشوف الكي في ال هتتعمل ازاي. تمام. طيب دلوقتي هي بتبقى مكتوب ايه، مكتوب زي ما انتوا شايفين كده ايه، اكس بي واي ايكوال سي، زي ما مكتوب فوق كده. تمام. فانا هجيب قدامي الايكويشن اللي هي عندي ايه اللي انا عملتها، واحط الارقام. يبقى احنا قلنا هنحط ايه، 1 1 3 صح، اول واحده، يبقى دي ايه، 1 ايكوال 1 ايكوال 3 ايكوال. طيب الايكويشن التانية تبقى ايه، نيجاتيف 12 8 4 صح، مش احنا قلنا كده، نيجاتيف 12 8 4. طيب يبقى ايه، ادي نيجاتيف 12 وبعد كده 8 وبعد كده 4 وبعد كده دوس ايكوال. قال لك الاكس ب1، اكس ده اللي هو مين، اللي هو اول حاجه انت دخلتها اللي هو اي 1. طب والواي ب2 صح كده، يبقى الاي 1 ب1 امبير والاي 2 بايه، ب2 امبير، خلاص. ولو جينا راجعنا الإجابة صح، ايه الإجابة صح، هتطلع 1 أمبير و 2 أمبير، يبقى احنا كده شغالين صح. يبقى انت كده عرفت ازاي تحل equations 3. لو جالك سؤال فيه 3 equations ازاي تحله، ولو جالك سؤال فيه 2 equation برضو ازاي تحله، وامتى تشتغل ب2 equation مش ب3 equation، لما يديلك i من الايه، من التلاتة i، يعني لما يديك واحد من التلاتة يبقى انت ايه ممكن تشتغل ب2 equation بس، مش لازم التلاتة، خلاص. واخر حاجه اللي هي لما يقول لك عايز البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت ايه، بتقفل انت السيركت، بتقفل انت السيركت وتحط بطاريه وتعمل لوب وتشتغل عادي، ويبقى عندك الانون بس هو البطاريه اللي انت حطيتها، بتسميها بنفس الاسم اللي ايه، عايز اكس واي يبقى اسمها في اكس واي، طب لو هي اسمها اي بي يبقى اسمها في اي بي، خلاص، وتسميها بالاسم وخلاص. على كده يبقى انت كده حليت، عرفت تحل كل افكار كيرشوف. تمام. اخر حاجه بقى ان هو نظام الوان ايكويشن بروبلم. يعني ايه وان ايكويشن؟ يعني مش هي هتتحل بايكويشن واحده، لا دي ممكن تتحل بكذا ايكويشن، بس الايكويشن بتبقى حله نفسها. يعني ايه؟ يعني انت تيجي تعمل الكي سي ال، الكي سي ال هتلاقي نفسك ايه، معاك 2 والتالت مش عارفه، تيجي تعمل 1 كي في ال تلاقي معاك 2 والتالت مش عارفه، هتلاقي نفسك الايكويشن بتحل نفسها، مش محتاجه ان انت ايه تحلها، يعني مش محتاج ان انت تدخل على الكالكوليتر، خلاص. يعني لو جيت مثلا ادي يا عم اهو البقليله بتاعتي ايه، وعايز اطبق عندها كي سي ال، خلاص. هتيجي تقول لي والله ايه، والله في هنا كارنت خارج اهو اسمه 2.5 امبير، تمام، وفي هنا كارنت داخل كده اسمه 5 امبير، يبقى في 5 داخل واتنين ايه ونص خارج، يبقى اكيد ده يبقى بكام، هيبقى داخل ولا خارج، اكيد هيبقى زي ال2.5 زي الصغير، هيبقى خارج، وخارج بكام، ب2.5، يبقى تقول لي والله 5 اللي داخل يساوي 2.5،
زائد معرفش. قوم يطلع معرفش ده بكام؟ يطلع معرفش ده ب2.5 امبير. تمام. يبقى انت من ايكويشن واحدة قدرت تجيب ايه الكرنت اللي هنا اللي هو ب2.5 امبير. خلاص. يبقى انت كده ايه اللي انت عرفته؟ اول حاجة عرفت ان الكرنت اللي هنا ده اتجاهه كده وقيمته ب2.5 امبير. تعالى بقى نشتغل، تعالى نعمل واحد. يبقى انت الكيس ايه اللي حلت نفسها؟ طيب تعالى نشتغل كي في ال يا عم، يلا تعالى نشتغل كي في ال. ادي ايه اللوب. طيب امشي مع اني واحده فيهم، انا عندي بطاريتين، يعني امشي باللي يريحك بقى. ادي واحده ماشيه كده والتانية ماشيه كده، تمام. ولف زي ما انت عايز، تلف زي ما انت عايز. ها انا والله اقول لك تعالى نلف كده. طب هتفرق لو لفيت العكس؟ لا مش هتفرق، براحتك. بس تعالى نبص يا عم، الكي في ال بيقول لك ايه؟ مجموع الكرنتات قد مجموع الفي بيات قد مجموع الاي ارات. طيب البطارية الأولانية ب110 فولت. طيب مع اللوب ولا عكس اللوب؟ والله مع اللوب، عشان دي ماشية كده واللوب ماشي كده وهي ب110، يبقى هما ايه؟ مع اللوب يبقى بالبوستف، يبقى ادي 110 بالايه؟ بالبوستف. البطارية التانية مع اللوب ولا عكس اللوب؟ تعال نبص، والله دي ماشية كده واللوب ماشي كده، يبقى عكس اللوب، يبقى بالنيجاتيف. وهي بكام؟ اسمها في بي، معرفش، يبقى ماينس عشان هي بالايه؟ بعكس اللوب. وايه في بي؟ تمام. يبقى احنا كده غلطنا من البطاريات. تعال نشوف الاي ارات. طيب تعال يا عم نعمل الايه، البقليلة بتاعتنا. ادي يا عم البقليلة اللي فوق، وادي يا عم البقليلة اللي تحت، ونمسك في اي واحدة فيهم ونمشي. امشي 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 امشي، هوب عديت على الاربعة. اوه امشي 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 امشي، هوب عديت على 2.5 امبير. يبقى 2.5 امبير عدت مع الاربعة. خلاص. في حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني. طب مع اللوب ولا عكس اللوب؟ تعال نشوف الايه، الكرنت ماشي كده واللوب ماشي كده، يبقوا ايه؟ عكس بعض. يبقى عكس اللوب، يبقى تبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى بالايه اول حاجة؟ يبقى ايه بالنيجاتيف. ده اول حاجة. تاني حاجة ان هي كانت ايه؟ كانت كام اوم؟ كانت 4 اوم، عدى على 2.5 امبير. يبقى ادي 4 اوم وادي 2.5 امبير. تمام. طيب تعال نكمل، تعال نكمل لف. وصلت لحد البوليلا دي، امشي 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 امشي، هوب لقيت قدامك 2.5 امبير تانية. طب 2.5 امبير ده اهي، نكمل هوب 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 هوب، لقيت نفسها عدت على ايه؟ على 8 اوم. وبس كده، يبقى هي 8 اوم وعدت على 2.5. طب مع اللوب ولا عكس اللوب؟ تعال نشوف، والله الكرنت ماشي كده واللوب ماشي كده برضو، واللوب ماشي ايه كده. يبقى مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ مع اللوب، يبقى بالبوست. يبقى ما دام مع اللوب تبقى بالايه؟ بالبوست. وعدت على ايه؟ على 8 اوم. يبقى اول حاجه ايه؟ بالبوست، وعدت على 8 اوم، وهي اصلا ب2.5 امبير. لما نيجي نبص على الايكويشن دي كده، نيجاتيف 4 في 2.5 زائد 8 في 2.5 يساوي 110 ناقص في بي. يبقى الايكويشن كل حاجه معايا يا معاده، مين الفي بي؟ اعرف اجيبها ولا ما اعرفش اجيبها؟ اعرف اجيبها، سهله جدا. تمام. بالفا كالك حتى، يعني انا لو ايه، لو عايز اجيبها بالفا كالك. ادي يا عم الفا كالك تعمل ايه؟ كانت نيجاتيف 4 في 2.5، اقفل القوس، بلس 8 في 2.5، واقفل القوس، بعدين تدوس الفا كالك عشان يعمل علامة ايكوال، وبعدين تقول له ايه؟ 110، تمام، ماينس
ما اعرفش اكس شيفت سولف قال لك ان الاكس بايه ب100، يبقى انت كده جبت ان الفي بي ده ايه ب100 فولت. يبقى من غير ايه، من غير بقى ما ادخل بقى اللي هي على الكالكوليتر اللي هو ايه، لازم مود 5، مش لازم مود 5 2 مود 5 1، مش لازم ايكويشن، يبقى الايكويشن واحده حلت الدنيا. تمام. طيب لو انا حبيت اجيب الار دي ما هتبقى نفس الكلام يعني. تعالى كده نبص، يمسح كل ده كده اهو 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 اهو. اللي انا اعرفه ايه، ان كان فيه هنا كارنت، والكارنت ده ب2.5، خليها عم نكتبه لنا حد، 2.5 امبير وماشي كده صح. طيب لو انا حبيت اعمل كي في ال في هنا، ادي عامل ايه اللوب وماشي مع ايه في اي اتجاه خلاص، ونعمل سهم فين مع البطارية، ونشوف مجموع الفي بيات قد مجموع الايارات. البطارية اللي عندي والله البطارية ماشية كده واللوب ماشي كده، يبقوا مع بعض، يبقى بالبوست، يبقى ادي 110 بالايه، 110 بالبوست. طيب في بطاريات تانية؟ لا مفيش. طيب ايكوال مجموع الايارات، نعمل يا عم الايه، البقليلة بتاعت اللي تحت والبقليلة بتاعت اللي فوق، ونمشي من البقليلة للبقليلة. طيب اديني ماشي 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 ماشي، هوب لقيت 5 امبير. طيب ال5 امبير دي عدت على مين؟ على هوب على الار، يبقى ار في 5 امبير. طب عدت على حد تاني؟ لا. طب مع اللوب ولا مش مع اللوب؟ تعال نشوف، ال5 امبير دي ماشية كده واللوب ماشي كده، يبقى مع اللوب تبقى بوستيف. يبقى نكتب ايه، بوستيف وار وعدت على 5 امبير صح. طيب تعال نكمل، ادي يا عم الايه، ادي يا عم نكمل، ادي البقليلة هوب 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 هوب، ماشي 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 ماشي، عديت على ايه، على 8 اوم، بعد كده على 2.5 امبير، بعد كده عديت على حد تاني ولا ما عدتش؟ ما عدتش، يبقى 8 اوم عدت على 2.5 امبير. طب مع اللوب ولا عكس اللوب؟ تعالوا نشوف والله ايه، الكرنت ده ماشي كده واللوب ماشي كده، يبقوا مع بعض، يبقى ايه بوزيتيف، يبقى بوزيتيف 8 مع 2.5 امبير صح ولا لأ؟ يبقى كده الايكويشن دي كلها مين الانون الوحيد اللي فيها؟ الار. اعرف اجيبه ولا ما اعرفش؟ حتى ممكن اجيبه الفا كالك، تعال نجيبه الفا كالك. طيب مش هي كانت ايه، كانت ار اللي هو ما اعرفش في ايه، في 5، في 5 امبير، قفلنا القوس وبعدين عملنا ليه، كانت ار ولا كانت نيجاتيف ار؟ لا كانت ار، عشان كانت مع اللوب ولا كانت عكس اللوب؟ كانت مع اللوب اهي، كانت مع اللوب، فكانت ايه، ار عادي. تمام. طيب وبعد كده 8 في 2.5، ادي بلس 8، افتح قوس، 2.5، اقفل القوس. تمام. ايكوال الفا كالك يعني كام، 110، ودي ندوس شيفت سولف، يبقى الاكس هتطلع ب18، يعني الار بايه، يعني انت عايز تقول لي ان الار ب18. يبقى احنا كده حلينا كل اي حاجه ممكن تتحل ايه بالكشوف بكل بساطه. تمام. طبعا السؤال ما بيجيش بكل هذا الطول يعني، مش هيجي يطلب منك كل هذه الحاجات يعني، بس انا بقول لك ان ايه، ان انت ممكن تبقى ايكويشن واحده بس، ايكويشن واحده تحل لك الدنيا كلها، تبقى الايكويشن فيها وان انون، مش لازم بقى ادور ان انا ايه ادخلها على الكالكوليتر ازاي. تمام. بس وربنا ييسر الحال ان شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.